فعلا. لنعرف أكثر مشاهدينا عن شركة وزنة للهندسة وشو مجال عملها. معنا حسن وزنة، صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله، ماشي الحال؟ يعني بنعرف اليوم قد ايه عالم الهندسة صار عالم واسع، أو والشركة عندكم تاخذ المشروع دقائق، يعني بكون كله مشروع كامل متكامل. صحيح. خبرنا شوي عن مجال عمل شركة وزنة. نحن مثل ما تفضلتي، نحن شركة بناخذ المشروع from A to Z. حتى لو أنت ما عندك فكرة معينة لكيف ممكن يكون ديكور المحل أو البيت أو الشركة اللي أنت بدك تعملها، فينا نحن نعطيك الأوبشنز، نفرجيك كيف ممكن تصير، نرسم لك إياها 3D، بتشوف أنت، وإذا أنت في شيء معين براسك كزبون فيك تعرض علينا ونحن بننفذه. المجال صار كتير واسع والتطور سريع عم بيكون فيه. صح. يعني كل عمره كان في دهان بلاط خشب، هولي هلا صار في قصص بديل الخشب، بديل الرخام، بديل في كتير قصص صارت عم تكون متطوره بتساعد بالشغل اكثر. سوق العمل عم بيكون في دائما شيء جديد، بدك تضلك مواكب، ما فيك تضلك على الاولد سكول دائما الا اذا زبون هو عنده رغبه بهذا الشيء. يعني والحلو اكثر انه اليوم صار في كمان، يعني في شخص يحط بادجت معين للشغل اللي هو بده يشتغله وياخذ نتيجه بالشكل، بالاشياء اللي نحن عاده كانت تكون كثير فانسي وكثير غاليه، وهذا الشيء كثير ايجابي للزبون. طبعا طبعا، هذا الشيء اللي عم تحكيه هو اللي عم يعني في ناس ممكن تيجي تقول لك انا ما بدي بديل رخام، انا حدا معي قادر اشتري، بدي بيور رخام اصلي، بدي اللون اللي بدي اياه، كل شيء. في بنفس الوقت ممكن نعمل محل او عياده او بيت نفس الافه الرخام مثلا، بس مش بكوست رخام، عم نحكي ببديل يصنع بالصين بكوست كتير قليل، بيعطيك نفس الشكل ونفس الجماليه تقريبا بكوست قليل جدا. فالبادجت فيك ما يكون معك بادجت عالي وتعمل شيء حلو، وهذا الشيء الايجابي اليوم بالتكنولوجيا اذا فينا نقول. اكيد. يعني اليوم الشخص يلي بده يجي لعندكم في ما يكون عنده حتى فكره يعني كيف بده يكون الديكور، وانتم تساعدوه انه ينقي، بتروحوا على الورشه بتشوفوا وين المحل اللي هن عبالهم يعملوه يعني يبنوه. ليك بدي اقول لك شيء، أهمية المهندس بهذه الفكرة، هو أنا خيل أساسا كان مهندس وأساس هذه الشركة، كان في عنده فكرة معينة أنه قد ما يكون أنت حابب تعمل شيء في قصص المهندس بيعرفها أكثر منك. صح. يعني عندك محل قياساته معينة، إذا أنت حابب تعمل والله ديكورات ضخمة وكبيرة، المهندس بيعرف انه هذا الشيء بيزبط او ما بيزبط، هو بيقدر يفيدك. كرمال هيك نحن شركه استشاريه ومننفذ الاعمال. يعني اذا جيت اعطيتني ديكور معين في ضخامه رهيبه، حقول لك هذا المحل صغير مع ضخامه حيطلع معجق، ما حيطلع مرتب. في شيء المينيماليزم اوقات بهذه الحاله كثير مفيده، نحن بنعرف كل شغله وين بدها تنحط، كيف اللون المناسب، هل فينا نحط مرايه، ما فينا نحط مرايه، هاي التفاصيل شركه الهندسه هي اللي بتحط لك اياها. ذوقك اكيد انت في شيء معين بدك اياه، بنحط نحن خبرتنا والصح والقصص اللي بنعرفها صح مع الذوق اللي انت حابه او الفكره اللي انت حاببها، بيطلع العمل شيء مرتب وشيء متناسق. يعني اكيد قد ايه هون اهميه كمان المهندس بانه يخلق اماكن مثلا هي يمكن بتكون ضيقه يقدر يعطيها وساعه، يخليك تستفيد من زوايا صغيره بالبيت انت ما بتكون مفكر فيهم. That's it. يعني حتى إذا بدك بريز الكهرباء يمكن المهندس بيعرف وين لازم ينحط، لأنه ممكن تحطه أنت بحيط معين وين ما كان، بس نحن بنعرف إنه والله هون مكان سبيس لينحط فيه فوتوي، هون سبيس لينحط فيها شيء تاني، المكان المناسب لإلها هو على بعد مثلا هالقد إكس سنتيمتر. فهيدا كله المهندس كتير شيء ضروري، لأنه بيساعد بكل مليمتر عن جد
انه يستفيد منه الواحد. الشخص قد ايه بتتعذبوا اليوم بالاذواق؟ يعني بنعرف نحن انه اوقات بالبيت الواحد بيكون في الرجل عنده ذوقه ومرته عندها ذوق. اكيد القرار لمرته دائما القرار للمراه يعني. ما في جدال. كيف بتجربوا تقربوا وجهات النظر اليوم؟ في اوقات مثلا غيرتوها كليا، كان شخص رايح على شيء رجع راح على شيء ثاني. صارت بيكون حدا شايف شيء هو مش غلط، يعني مش غلط اذا انت شفت شيء عجبك تنفذ شيء مثله. بس نحن برجع بقولك نحن بنقدر نعرف اذا بيزبط عندك ولا ما بيزبط عندك. وشطارة المهندس او شركة الهندسة انه تقدر تعرض لك تصميم معين يمكن يغير لك نظرتك للشيء اللي انت كنت حابب تعمله. يعني هون بتبين هل انت عن جد قوي او شركة قادرة تعطيني اوبشنز وحلول ترضيني اكتر من اللي انا كنت حابه. فكتير اوقات اي حدا يكون جايب تصميم معين اللي بدي مثل هيدا، شوي شوي ما فيك دغري تقول له لا ومش حلو وكذا، شوي شوي بتبقى تعال نشوف هيدا، تعال نجرب هيدا الشيء، نجرب هيدا اللون، نرسم له اياه بلاقي انه عن جد والله كان احلى من اللي انا قلته. حلو. وعلى الارض بيرجع اخر شيء الزبون كثير بينبسط كلها اذا كانت مرته مش معجبه. قد ايه اليوم الهندسه تطورت؟ يعني بنعرف نحن بين قبل وبين هلا قد ايه صار في فرق كبير، وشو هي المعايير اليوم للشخص اذا بده يعمل بيته بديكور معين؟ يعني كم هندس بتفضل انه يعمل شيء ما يغيره، يعني يقدر يضاين معه لفتره طويله؟ اوقات في اشياء فانكي بتطلع هيك لفتره زمنيه قصيره وبيرجع ببطل دارج بيزهق الشخص من المحل اللي هو فيه. الديكور بالمجمل هو مثل اذا بدك الفاشن، كله في له زمن معين وموضة معينة. يعني من فترة كان في الديكور الزخرفي الخشب هيدا الهيوج الكتير قديم، هلا ما بقى يزبط هذا لأنه صار ينزهق منه. بعصر المودرن ما بقى تلاقي البيوت، يعني يمكن هلا نحن قاعدين على كنبيات مودرن ستايل غريب منه الحفر وخشب. فنحن بدنا نواكب هذا التطور مثله مثل أي موضة أي فاشن بتطلع، طبعا بطريقة يكون حلو. بس بضل في كل حدا عنده ذوقه، في ناس بعدها لهلا يمكن يكون عنده قصر كبير يقول لك انا بدي استعمل الخشب المزخرف الفخامه، خلص عنده هذا الطبع بده اياه بده اياه، منه غلط ما بيموت كليا، بس اكيد في قصص جديده بتطلع. ونحن بالهندسه هلا او بالديكور المينيماليزم هو شيء كثير 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 صار مريح، مريح جدا، ما ضروري عجي انا، خلص كرسي طاوله أنجأ ديكور صغير. والحياة السريعة كمان صارت تتطلب هيدا الشيء، خاصة الكوبلز الجديد اللي مجوزين. رح نشوف حسن فيديو هيك يقطع معنا نفرجي شوي عن شو عم نحكي بالشغلكم. Life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit, I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber, the money is mandatory. The hose is for the stress, this criminal lifestyle. You put it to bulletproof vest, make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and we'll kick it. All eyes on me. Live life as a thug, nigga, until the day I die. Live life as a boss player, all eyes on me. شو حلو بس المهندس كمان يكون هالقد عنده ذوق. يعني عم نشوف قد ايه الستايل غريب حتى بالصالون شو حلو انه هالاسود والذهب شيء كثير غريب. ممكن تقول لي انت مثلا ديكور اسود او ما تعرض عليه للزبون انه شو ديكور اسود حيكون مغم وكذا، نحن هو المحل صغير على فكره، بس لانه المرايا واللايتنج اذا ما انتبهتي له كان بطريقه شوي غريبه، منه شيء ثابت بالسقف، ايه صح شيء نازل من السقف. دائما بده يكون عندك ابتكار وبدك تكون متجدد، ما فيك تعمل، يعني احنا البلد هو هالقد عرفتي، ما فيك تعمل كذا ديكور او كذا محل كلهم بيشبهوا بعض. صح. هيدي المهنه بتتطلب ابتكار دائم ومتابعه تطور دائم، خصوصي مع هلا المساعده الاي اي تكنولوجيز وهالقصص،
بدك كتير تضلك مواكب لكل شيء عم بيصير. صح. ومثل لو قد ايه بيكون الزبون راضي، يعني بيصير في اوقات اخذ وعطى، او طبيعي. هو بيجي بيكون بالفكره الاوليه اللي هيك شوي مش واضحه براسه بترجع بتوضح لك. في ناس برجع بقول لك بيجي عنده فكره خلاص بده اياها، بده اياها بننفذ له اياها. في ناس بيجي ضايعه ما عارفه شو بدها تعمل، نحن بنقترح عليها وبس ياخذ النتيجه عم بيكون المردود كثير حلو. يعني نحن بننبسط كمان لما نشوف الزبون هالقد راضي. الموضوع منه موضوع مادي، موضوع انه كمان انت عم بتحس بانجاز معين قدرت تعمله كثير حلو بتنبسط فيه، وطبيعه الحال بجيب لك غير مشاريع. يعني هيدا الصالون مثلا، هذا الصالون يعني مين ما يمرق بيخبط انه كيف كثير حلو كثير مرتب بدنا نعمل شيء، بدنا طبيعه الحال بده يجيب لك بعد شغل كمان. اكيد. قد ايه مهم المود بورد؟ يعني اليوم بس تقعد مع الشخص يلي عباله يعمل رينوفيشن او عباله يعمل ديكور لبيته او لمحله، في المود بورد يلي بتنعمل اول شيء، قد ايه بتسهل الامور؟ اكيد. مثل ما تفضلت قلت انه نحن بنشتغل فروم اي تو زد، المود بورد تقريبا هي الاي اللي هي حتى قبل البادجت قبل اي شيء. اذا ما كنت عامل روح وحده، الوان متناسقه، قصص بتروح مع بعضها، لو شو ما تحط، لو بتجيب اتقل انواع الدهان او الفطيات او العفش، اذا ما كان متناسق نحن ما عملنا شيء وحيطلع بشع، وعالم حتقول لو كان مكلف $1,000,000. صح. يمكن تعمله $200 $1,000 اللي هو بس بتناسق بمود بورد مرتبه بده يطلع شيء كثير مرتب وكثير حلو. المود بورد هي الاي يعني. ايه هي اول شيء، يمكن كمان هي بتعطي فكره لتغيره بالامور اللي ممكن الزبون ما حبها، او انت يمكن على الرسمه او شيء ما لقيتها انه هي ظابطه. صحيح. صحيح. يمكن تعرضي له كذا مود بورد، هو بحس اي الالوان اللي حاببها او ارتاح لها اكثر. حلو. انا بدي اتشكر وجودك معنا، وان شاء الله هيك يعطيكم الف عافيه هيدا الشغل الحلو، وان شاء الله بتكون معنا هيك بحلقات لاحقه كمان لكل شيء جديد. شكرا لك حسن. اذا في اطلب منك بس بدي وجه تحيه لاهلنا بغزه وبفلسطين طبعا، وان شاء الله الله بيكون معهم ونحن اكيد معهم على قدر المستطاع يعني، وان شاء الله النصر بيكون حليفهم ورحمه للشهداء. ان شاء الله يا رب. انا كمان بدي بصوتي لصوتك، وبنعرف قد ايه اليوم هذه المرحله دقيقه، على امل انه يربح السلام على الظلم يلي عم يقطعوا فيه طبعا اهالينا بغزه. شكرا كثير لك.